إن شاء الله المحاضرة بتاعت النهاردة مش هنطول فيها. إحنا قلنا الامتحان هيبقى الساعة كام؟ الساعة 12 ولا الساعة 1؟ 12 تقريبا. تمام، إن شاء الله مش هطول عليكم في المحاضرة عشان تعرفوا تركزوا في الامتحان. طب بالنسبة دكتور، هو للامتحان اتفضل. هو المحاضرة الأخيرة بس إحنا ما اتدربناش، يعني عاوزين examples أكتر على المحاضرة اللي هي الخامسة، إن إحنا يعتبر ما اتدربناش عليها كويس، انا وخصوصا في هنزل حتة شيت ولا انا نزلت شيت ولا لسه؟ اعتقد هنزل لكم عليها شيت. دي نقطة. تاني نقطة، الصور بكسلة فيها قوي. مسألتين ده علشان بس ايه اظبط الدرجات بتاعتكم، انما انا هنزل لكم شيت عليها هيبقى عليه مسائل تمام. كتير اكتر من كده. هو الريبورت احنا حليناه زي المحاضرة الرابعة، لأن ايوه فيها تمام. كيرفات، والكيرفات احنا ما عرفناش الكيرفات هنعملها ازاي بالنص القطر، هنشفت ازاي في الكيرفات. شفت يعني ايه؟ عايز تشفت ايه؟ هنشفت بنص القطر بتاع اتفقنا ان احنا الطول. بندخل احداثي النقطتين اللي هم عند بدايه الكيرف ونهايته، بيبقى القلم القطع واقف عند نقطه البدايه، بديله احداثي النقطه اللي بعدها وبزود على الاحداثي نص القطر، بس وبحدد كده انا هشتغل مع في اتجاه عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه بالكود اللي انا بكتبه. ده بالنسبة للكيرفات، عشان كده بس انا كده اخترت لكم الرسمتين دول، ابسط كانوا ابسط رسمتين. نعمل في الكيرفات عادي، يعني مش حاجة مختلفة عن ان زي نتعامل ما انا لأنها دلوقتي عادي، لأن يعني في المحاضرة فيها مسألة فيها كيرف. لا يا في دكتور، المحاضرة المحاضرة الخامسة الخامسة ما فيش مسألة فيها مفيهاش كيرف. كيرف، ماشي، ما كانتش في خمسة، والصور في أربعة. أنا في حاجة مديها لكم فيها كيرف يا شباب. لا، الخمسة الرابعة ما الرابعة كانش فيها عادي. كده، فهي الخمسة المحاضرة الريديا ذات نفسه عشان شفته برضو بنص قطر الطول. أنا مش سامعاكي، لما بتقولي إيه؟ الكيرف ذات نفسه احنا كنا بنكتب الريديوس جنبيه أيوه مع بتدخلي الزيادة نص القطر، بتاعها. أيوه بتدخلي نص القطر بتاعه كأنك هترسمي دايرة. أيوه، هل بنشفت الريديوس برضو ولا الإحداثيات اكس واي بس؟ لا، دي عالية، أنا عايزة تشفتي الريديوس ازاي؟ أنت بتدخلي إحداثيات الريديوس؟ لا أنت مش بتدخلي إحداثيات السنتر اللي بتقفي فيه، أنت بتدخلي إحداثيات نقطة البداية ونقطة النهاية وبتدي له نص القطر. نص فهمتيني؟ القطر ده ما بتشفتش. يا بنتي ما هو أنت مش بتشتغلي على السنتر بتاعه، أنت هيتشفت ده لو أنت مدياله السنتر، أنت مدياله ده الإحداثيات السنتر؟ فهماني؟ تمام، فهمت. كأنك هترسمي دايرة، أنت بتدي له إحداثيات المركز بتاع الدايرة؟ أنت ما بتديلوش كده. يعني انا مش محتاجه احط ابعاد للرادياس، ما دام انا كده كده عامله الاكس واي بدايته ونهايته. أيوه، أنت ما تمام. عندكيش الكلام ده، أنت كل اللي هتعمليه هتدي له إحداثيات نقطة البداية وإحداثيات نقطة النهاية ونص القطر. قيمة نص القطر قد إيه؟ هو أول ما هيشوف الكلام ده هيفهم خلاص أنا كده هرسم كيرف ما بين النقطتين دول. طب لو تمام. سمحت حضرتك اخد دكتور، دي محدده الكود بتاعك، في كود انت بتدخليه، يا اما هتعملي كيرف في اتجاه عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. اللي هي جي 02 وجي 03. انت حفظتي الحفظه بقى عني، انا مش فاكره هما ايه. دكتور، هتلاقيهم موجودين عندك في. طب يا دكتور، الشيت اللي نازل، هل اول مسالتين بس هما اللي علينا والباقي لسه ما خدناهوش؟ عشان انا ما كنتش عارفه اكمل، يعني كنت عايزه اكمل مثلا حل الباقي ما عرفتش. بصي يا حبيبتي، انا مش فاكره ان انا نزلت لك الشيت على المحاضره ولا لسه، انما في ريبورت انا طلبته منكم ده في مسالتين بس، ده اللي يعني انا المسالتين دول هم اخر حاجه احنا خدناها. لا، المسالتين دول بالنسبه لي كانوا ابسط حاجه، قلت ايه يعرفوا يحلوها ويبعتوها لي ريبورت عشان اظبط لكم اعمال السنه. طب تمام، دول حضرتك مانوال ولا اوتوميتد يا دكتور؟ هو في المسألتين دول احنا هنطبق فيهم اللي خدناه في اخر محاضرة، اللي هي المحاضرة الخامسة دي، ان احنا نضيف في على نص اخر القطر. او على اخر محاضرتين المسألتين دول. ايوه، طب او احنا ليه هنضيف نص القطر؟ هو ما قالناش ان احنا بتاع الكاتنج تول، مش هنضيف نص القطر بتاع الكاتنج تول، ولا هنضيفه في احداثيات الاكس والواي في اخر في المسألتين؟ نص القطر بتاع الكاتنج تول
يعني جميل. امتى نضيفه؟ الحضرة امتى بتاعت نضيفه؟ لكسر لما خمسة. يتقال لنا مثلا جملة معينة at no compensation. حضرتك ماشي في المسألتين دول حضرتك يا الحضرة، دكتور مش هنضيف النص في القطر المسألتين بتاع بتاعت فترة الطول، صح الجملة كده؟ اللي بصوا انتوا كلكم بتتكلموا في نفس الوقت، مش عارفة اسمعكم. بص يا باشمهندس، ممكن أقولك أتكلم إن المسألتين ما فهمش انا كانوا جملة زماشين صبار. أيوه هو في ناس فلوتنج بس يا دكتور. ما انا فاتحه اهو، ما فيش حد. ماشي. دلوقتي انا هقرا الحل بتاعك وهبص انت ايه اللي في دماغك، ما عنديش مشكله. دلوقتي ما فيش انت مدن اصدر هتتعامل للجيب. هتضيف نص القطر بتاعك، يعني انت هتشتغل من بره. حلو قوي، ما فيش مشكله، احنا حالين الكلام ده في المساله في المحاضره رقم 5. اللخبطه عندكم في ايه بقى؟ ايوه بقى، هو ما قاليش ان الماشين ما ب doesn't support the tool compensation لحضرتك اوبشن. حضرتك قلت لما بتكتب لنا كده بنضيف نص القطر بتاع الكاتنج تول، فهو ما قالهاش. ادي لك القطر بتاع التول. هو اداني القطر بتاع التول بس ما ادانيش الجمله دي، فانا بناء على كده مش هستخدم اللي احنا خدناه في تكتشف خمسه. بص يا باشمهندس، ما دام ادالك القطر بتاع التول يبقى انت هتتعامل كأن الجمله دي موجوده. طب حضرتك ما قلتيش كده، حضرتك قلت لما بيدينا الجملة دي احنا بنتعامل بيها ان احنا بنضيف نص القطر، لكن انا بقولها اهو باشمهندس. ماشي، حليتها من غير ما تزود لي نص القطر، حليتها بطريقه عاديه. انا هبص على الحل بتاعك معايا، احنا لسه بنتمرن اهو لحد الفاينل تمام. يبقى احنا لو معايا. حتى حلتها من غير ما اضيف نص القطر فهي كده تمام. هبص على الحل بتاعك واشوف لو هو ادالك في المساله القطر بتاع القلم القاطع او ادالك الجمله اللي احنا متفقين عليها، في الحالتين زود وتعامل بنص القطر بتاع القلم القاطع. طب تمام انا كده، اديني اهو تمام. طب خلاص دكتور الريبورت ممكن خلاص. سؤال؟ ايه مين اللي بيكلمني؟ اسمك ايه؟ انا مرض. مارك. ماشي يا مارك، خلاص انا هبص على الحل بتاعك يا مارك. انا بتكلم بقى عشان الفاينل. تمام، بس عشان حضرتك بس قلت المحاضرة اللي فاتت لو كتب لي الجملة دي انا بتعامل على البناء على الكلام ده، لكن لو ما كتبها ليش فانا هتعامل عادي. تمام. حد تاني عنده سؤال؟ انا عندي سؤال. هو اتفضل. مش في نوعين اللي هو الاوتوميتد تول كومبنسيشن وفي المانيوال؟ فهو معنى ان هو ما كتبليش، هو قصده ممكن يكون قصده اللي هو الاوتوميتد تول كومبنسيشن ما دام ما كتبليش، عشان كده انا زودت سطر بس للاوتوموت. لكن لو هو كتب كنا لازم بقى ان انا اعمل نص قطر، عشان هو كده مانوال صح؟ الفرق بين الاثنين يعني انتوا كده المسألتين اللي انا نزلتهم لكم انتوا متلخبطين فيهم؟ لا، هو الفكرة احنا كلها ما ان زودناش احنا عليهم نص طول يا الجملة دكتور. الجملة انا بص يا حبيبتي، انا فاهمه ان انتوا لسه بادئين تتمرنوا عليهم، انا فاهمه فهماني، انا فاهمه. ايوه فانا نزلت دول منهم انتوا تتمرنوا وتحلوا، ومنهم قلت ان دول ابسط مسائل في على النوعيه دي، فيبقى انا اخدهم ديبورت كده علشان اعرف اظبطهم واعملهم. دلوقتي هم انا ابسط مسائل. تمام. اسمعوني بس حبيبي، اسمعوني بس وبطلوا بس. دلوقتي احنا المفروض نخلص درجات اعمال السنه بتاعتكم ان شاء الله الاسبوع ده. ممكن انزل لكم ريبورت كمان علشان نعدل بيه الدرجات، لو في حد هيبقى واخد درجه قليله ولا مش مشكله، ممكن انزل لكم ريبورت كمان وابص على الدرجات بتاعتكم. ده بالنسبه للناس اللي قلقانه من الريبورت بتاعكم اللي نزلته عليه 10 درجات. بالنسبه للفاينل فاحنا هنوحد طريقه الاجابه للفاينل. اللي انتوا متلخبطين فيه متحدد لكم ايه بالظبط في المساله، اكيد مساله الفاينل هكون مخليه بالي وحاطه لكم بالظبط اللي انتوا اتعودتوا عليه، ما يبقاش حاجه جديده انتوا متهيئين فيها. فان شاء الله نبقى مطمنين عشان الفاينل. بالنسبه للشيت انا مش فاكره انا نزلت لكم شيت على حضرتك ولا لسه، بس احنا لسه هنكمل عليها النهارده. فلو انا لسه ما نزلتش الشيت فانا هنزله لكم النهارده ان شاء الله. دكتور معلش، حضرتك ممكن تزودي وقت الكويز؟ حضرتك عارفه احنا لسه قبل ما بنحوله بي دي اف وساعات بيبقى فيه لاج و وقت. وانا لسه قلت لك انت هتحلي وقت قد ايه؟ لا يعني حضرتك يعني زوديني بس.
عشان حضرتك في ال ام اس دي ساعات بيعمل لاج وساعات بيعلق يعني، واحنا عقبال ما بنعمل بي دي اف بيبقى فيه وقت وكده. ماشي، انا واخده بالي، ما تخافيش هديكي، حاضر هديكي وقت. احنا قلنا الكويز بتاعكم النهارده عليه 10 درجات، احنا كده معانا 30 درجه، 20 ريبورت ودرجه على و10 درجات على الكويز، وهيكون في 30 درجه على الشغل اللي هتشتغلوه في المعمل، وهنشوف لسه هنعرفكم امتحان المعمل هيبقى ازاي. هيبقى 30 درجه على شغل المعمل، 30 درجه على مش هيبقى في نزول صح؟ ايه يا حبيبتي؟ مش هيبقى في نزول يعني، العمل ده هناخده في البيت صح؟ الحاجات الجديده ايه وهعرفها لكم. انتوا طبعا اول باول بتبصوا على الصفحه، انا لو في حاجه جديده هكتبها لكم على الصفحه. انا باشمهندس حجازي. تمام يا دكتور. طب هو الامتحان ده هيبقى امتى؟ اخر سؤال بس، نتكلم بقى في المحاضره عشان نخلص. دكتور هو لما اكتب السطر بتاع الكود وانا مثلا ببقى ايه، ببقى مزود القطر بتاع نصف القطر بتاع الاندمل، لما باجي اكتب بكتب اللي هو جي 3 او جي 2 والمفروض الاكس والواي، وبكتب الار. الار بقى الاساسيات الجديده. ماشي، ما انا اكمل سؤالي. الار بقى المفروض بكتب اللي هي الار اللي هي المفروض في الرسمه نفسها، ولا بزود على الار دي في القطر بتاع الاندمل؟ يعني مثلا ار 15 بقوم كاتبها عشان الاندمل مثلا بخمسة، فبكتبها 25 مثلا. نص القطر مفيش تغيير فيه. وبعدين انا مش بدي الاحداثيات المركز بتاع نص القطر علشان اقول ان انا هشفته. يعني الار ثابت يعني. نقطة البداية والنهاية، وبدي قيمة نص القطر. يعني الار ثابته يعني مش هتتغير، سواء يعني مثلا هي اوتوميتد او مش اوتوميتد، بتبقى ثابته في كتابه الكود هي. ايوه، ما انا بقول لك انا هتتغير لو انا بزود، لو انا بدي احداثيات المركز السنتر بتاع الجرف. تمام بدي له احداثيات السنتر. تمام دكتور، هو حضرتك ينفع تقبل لي الناس اللي في ريكوست للجروب؟ ايه ريكوست للجروب يعني ايه؟ يعني لسه مش ويتنج، لسه عاملين ريكوست لجروب المادة على تيم. فين؟ انا كل اللي عمال رافع ايده، اللي كل اللي عمالين يجوا دلوقتي بقبلهم. مش على الويتنج، هم لسه ما دخلوش اصلا الجروب، لسه عاملين ريكوست للجروب دلوقتي. لسه عاملين ريكوست للمادة. المادة نفسها. يا كانوا فين الغلابة دول؟ لسه فاكرين يصحوا؟ الناس دي يا جدعان، في ناس منها حضرت المحاضرات قبل كده بس بيجي التيمز هو اللي عامل معاهم كده. انت بتقول ايه؟ مش سامعه بتقول ايه؟ في اتنين ويتنج اهو قبلتهم. فين الريكوست دول؟ فين؟ مفيش حد ظاهر قدامي. ما اعرفش هما مكلميني وبعتلي سكرين انهم عاملين ريكوست للمادة. قول للناس دي يا دكتور بعد اذن حضرتك، هو العيب في اللينك، انا كنت من الناس اللي بره، دخلت على لينك تاني اتبعت على جروب تاني دخلت اهو عادي. لا مش فاهمه اللي انت بتقوله. احنا هي الصفحه بتاعه الديزاين اند مانيفاكتشرنج باي كمبيوتر دي اللي انا بدخل عليها كل اسبوع. كل اللي انا بقيت بعمله ان انا بقيت بعمل لكم سكيدجول للميتنج علشان كلكم يبقى موحد، كلكم تدخلوا عليه. فانا يا دكتور مش كلنا نعم. عندنا البيت دي بتاعه الماده، ان تيمز بيعمل مشاكل مع ناس كتير، مش كل مره بيفتح يعني. في ناس بتخش اجازات ان هي داخلين جيست، مش ان هم بداخلين باكونت الكليه. اللي طالبه اللي بعتها دلوقتي انا قابلتهم، هم المفروض كانوا دخلوا. طب اللي معاه لينك اللايف يبعته على جروب الدفعه عشان في ناس ما دخلتش. طيب احنا كده اتاخرنا، نبدا بقى. دكتور معلش عندي سؤال. هو انا بس بستخدم الكود جي 41 ده لو في حاله ان هو اداني الريديوس بتاعه الطول بس صح؟
لكن غير كده انا بشتغل عادي، ولا بيبقى في مثلا حاجة تانية بتخليني اشتغل بالكود ده؟ ايه الحاجة التانية؟ يعني مثلا يعني هو يقول لي انا عايز اشتغل، يعني هو هل في كده ولا هو بس وداني الريديوس بتاعت التول؟ لا هو مديك الريديوس بس. هو انا فهمت حضرتك غير كده انا بشتغل عادي. بصوا علشان الاكواد انتوا ما تلخبطوش نفسكم فيها، كل كود مكتوب في المحاضرة مكتوب قدامه الفانكشن بتاعته بس ايه هي، فما تقعدوش تلخبطوا نفسكم عشان احنا لسه هناخد اكواد جديدة النهاردة، فكده الدنيا هتدخل في بعضها. يعني مثلا ما بيقوليش مثلا اشتغلي بالاوفست او بالاوفست او لاين اوفست، يعني ما فيش حاجة تانية، بس لو اداني الريدس بتاعت التول انا ساعتها استخدم جي 41. ايوه تمام. بتهالي نبدأ. في حد تاني؟ أنا في حد تاني عايز يدخل؟ أعتقد نبدأ بقى. حد عنده سؤال؟ في سؤال حضرتك أهو. حد رافع إيده، اتفضل. لو عندي نص دايرة زي المسألة التانية في الريبورت، بتعامل معها إنها تلاتة بوينت ولا إيه؟ إيه التالتة؟ إيه النقطة التالتة؟ هي يعني مثلا باخد من اول الكيرف، يعني بعتبرهم كانهم كيرفين، يعني انت بترسم دايره ولا بترسم كيرف واحد؟ نص دايره. هي نص يعني دايره باينه عندي. دايره يعني انا برسم كيرف، يعني انا جايبه لكم موضوع الكيرفات ده على ان دي اسهل حاجه. هو دكتور هو دلوقتي بترسم كيرف، يبقى هتعمل ايه؟ هتدخل نقطة البداية وإحداثيات نقطة النهاية وقيمة نص القطر بتاعك. دي تمام فاهمة حضرتك، أنا بتكلم لو نص دايرة حضرتك مش كيرف. أيوة، فرق ايه كيرف عن نص دايرة؟ هو احنا قصدنا ان احنا عملناها على مرتين، يعني عملنا الخطوة ديت على مرتين، رسمنا اول كيرف. دلوقتي انت بتدي الماشين الدايمنشنز وهو هيتحرك فيها، علشان يعرف يرسم كيرف، علشان يعرف يرسم دايره، علشان يعرف يرسم نص دايره، هو هيحدد السنتر بتاع الدايره دي فين بالنسبه له ويرسمه من غير بقى ما يكون في علامه على الورك بيس. ايوه زي بعض. انا اللي محتاجه احدده ايه؟ انا واقف عند احداثيات نقطه، محتاجه ادخل دايمنشن الاحداثيات بتاعه النقطه الجديده، ومحتاجه ادي له قيمه النقطه اللي هو هيشتغل. فانا بقول له ار بكذا، لو انا عايز احسبها دايره هقول له القطر بتاعها الدايمتر بكذا. بس احنا اللي خدناه مع بعض واللي اشتغلنا عليه مع بعض لحد دلوقتي هو الراديوس ار. فاحنا بندخل القيمه مش بندخل احداثيات السنتر. تمام. دكتور هو حضرتك انا لازم اكتب البروجرامنج في جدول؟ لازم يعني انا افضل ان يكون في جدول، انما مش هتعمله في جدول يبقى تسيب لي مسافه كده ما بين كل حاجه والتانيه عشان ما يبقاش سطر رموز كده لازق في بعض. تمام. مسافه كل حاجه والتانيه كده عشان افهم انت بتكتب ايه. احمد رمضان خلاص ولا هيسال؟ لا تمام حضرتك تمام. معايا شباب ولا ايه؟ سامعني ولا ايه؟ معاك حضرتك. حضرتك سامعني؟ انا مش سامع حاجه. حد بيتكلم؟ علي صوتك يا عمر. مش سامعينك يا عمر، مش سامعينك. طيب خلينا نبدأ بقى.
دلوقتي اعتقد كلكم شايفين البرزنتيشن مش كده؟ الصوت كده مسموع كويس تمام؟ تمام. هاي دلوقتي احنا هنكمل الاكواد اللي احنا اتكلمنا فيها، فهنتكلم في حاجه جديده اسمها الدريلينج. لو انا بقى المكنه اللي عندي ان كانت مكنه فريزه او مكنه المتقاب، انا عايز اعمل ثقب فيها، انا عايز اعمل الاوز، انا عايز اعمل فتحه ايا كان العمق بتاعها، فانا عايز اشوف هعملها ازاي. واحنا بنشتغل هنتعلم حاجه كده اسمها ايه، الكاند سايكل. بس ايه، خلينا نتكلم على واحنا على الاكواد كده نشرحها. نبدا بس ايه، اول حاجه ثلاث احداثيات اساسيين عندي انا محتاجه اتعود عليهم. ابدا اعود نفسي ان في حاجه اسمها زد انيشيال، وعندي في زد ليفل. اشمعنى الزد اللي انا بتكلم عليه؟ والار نفسه هتلاقيه برضو في الزد، في اتجاه الزد. يعني الثلاثة دول بالنسبة لي اللي هو الزد دايركشن. الزد دايركشن ايه الهدف بقى من كده؟ دلوقتي احنا قلنا قبل كده ايه؟ قلنا ان احنا بنيجي نستدعي الطول، هنستدعي ألم القطع ونجيبه نظبطه زي ما هو موجود في الصورة كده. ألم القطع بتاعي في الحالة دي هو ألم المتقاب، أنا عايز أتقب، أنا عايز أعمل هول جوه الورك بيس. فيبقى أنا هعمل إيه؟ هستدعي ألم القطع بتاعي وأجيبه وأقربه من الورك بيس. يبقى أنا جبته أول حاجة اللي هو زد إنيشيال، جبته وقربته من الورك بيس، بس قربته يعني عالي لسه واقف فوقها كده. وبعدين ده الزد إنيشيال. الار ليفل هنزل التول دي، هنزلها بحيث انها تقرب من الورك بيس، تبقى بس على ارتفاع ايه، نص او 2.5 ملي، يعني حاجه صغيره كده، يبقى على ارتفاع، يبقى هي فوق السطح على طول. انا كده كل ده بجهز في الارتفاعات بتاعه التول بتاعتي. بعد كده هبدا اديها الاحداث تنزل تقطع بقى. يبقى انا بدي الاحداثيات بتاعه الزد ليفل عندي تنزل بقى على الورك بيس وتتقب بقى. يبقى انا الثلاث احداثيات اللي موجودين عندي دول، زد انيشيال والار والزد ليفل، انا محتاج اعرف انا بعمل ايه. يبقى انا بقرب الم القطع من الورك بيس على ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه بجيبه واحطه عند زد انيشيال، بجيبه واحطه قريب من الورك بيس بتاعتي، دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه، انتوا سامعيني؟ أيوة سامعين حضرتك. طيب المرحلة الثانية بقرب ألم القطع وانزله، يبقى يدوب على ارتفاع قريب جدا من سطح الورك بيس بتاعتي، ده اللي هو الار ليفل. ولما هخلص تقب، يعني انا نزلته بقى اديته ونزل يتقب، لما هخلص تقب هطلعه وارفعه لارتفاع الار ليفل ده تاني. الار ليفل ده عامل زي ايه؟ زي ما تبقى انت قدامك الورك بيس زي المكتب بتاعك اللي انت قاعد عليه دلوقتي، وهتلاقي نفسك انت عايز تعمل كذا تقب في كذا مكان. ثواني يا شباب، خليكم معايا ثانية واحدة. معايا شباب كده الصوت كويس كده؟ نبدا بقى نشوف الكاند. الناس اللي لسه بتدخل نبدا نشوف الكاند سايكل بتاعتي. سامعين كده؟
يا دكتور سامعين حضرتك. طيب بصوا بقى على الرسمة اللي هنا دي. دلوقتي ادي قلم القطع بتاعي جبته اهو، وهبدا احطه في البوزيشن الاولاني. انا عندي الكاند سايكل دي هي عباره عن سايكل قلم القطع هيمر بالبروسيس دول، عباره عن ست قلم القطع هينفذهم علشان اقول ان انا خلصت السايكل بتاعتي، خلصت الـ الشغله اللي مطلوبه مني. يبقى انا هعمل ايه؟ الخطوه الاولانيه هعمل بوزيشننج للقلم القطع بتاعي بقى، ان انا هدي احداثيات الاكس والواي بتاعتي. يبقى انا بجيبه وبحطه في زي ما اللي هو الزد انيشال بتاعي، يبقى ده الوضع البدايه بتاعتي الانيشال ليفل او الزد تايب. الخطوه الثانيه ان انا هجيب ايه بقى؟ الرابت ترافيرس ان زد اكسس، يعني هو هيتحرك على اتجاه زد اكسس، ولكن زي ما قلنا انا هقربه من الورك بيس اللي هو الار ليفل. طيب ايه الحكمه بقى من كده؟ انا مش هنزل بقلم القطع مره واحده بعمق كبير، لا انا بنزل بيه مراحل، بظبطه بالمرحله الاولانيه جبته قربته من المكتب بتاعي، قربته بس لسه فوق شويه، بعد كده انزله يبقى قريب من السطح على مسافه 2.5 مللي من من نص ولا من خمسه، من خم اهي من نص ل 2.5 مللي. يبقى دي الار بتاعتي، دي المرحله الثانيه. ادي المرحله الثانيه، ادي واحد، ادي المرحله الثانيه بتاعتي، هو واقف هنا دلوقتي عند الار بوينت. بعد كده المرحله الثالثه بقى هديله العمق اللي انا عايزه ينزل يقطع بيه، كده كلها الاحداثيات اللي انا بدخلها بتاعتي زد دايركشن. هبدا ادخل بقى يبدا يقطع، يعمل هول عندي، يعمل توق وينفذ عمليه الماشيننج بتاعتي دي. يبقى دي البروسيس رقم 3، وصلت لحد هنا. ايا كان بقى هو هيعمل فتحه صغيره جوه الورك بيس، هو هيفتح لحد الاخر، هنشوف كل مرحله من دول لوحدها. طيب هنا بقى الخطوه رقم 4، لو انا هكمل التقب بتاعي لحد الاخر اوبريشن ات بوتن اوف هول، لحد ما اعمل ايه التقب بتاعي ينزل لحد الاخر، يبقى 3 و4 دول اللي هي ايه الماشيننج بتاعتي اللي بتتم. خلصت التقب بتاعي نبدا نعمل ايه الخطوة 5 والخطوة 6. أنا هبدأ أرجع بقى، علشان كده هم معمولين بالراجع بالداش لاين أهو. أنا هبدأ أرجع، يبقى أنا هبدأ أعمل إيه؟ هرجع قلم القطع بتاعي لارتفاع الآر بوينت، نبدأ نرفعه لفوق تاني، بس مش هرفعه بعيد، أنا هرفعه قريب من سطح الشغلة بتاعتي على مسافة اللي هي بتاعة الآر بوينت. طيب بعد كده هرجعه تاني للزد انيشال. دكتور هي ايه الار بوينت؟ نعم الار بوينت هرجعه على مرحلتين. انا خلصت خلاص، وقفت هنا، هنا اخر حاجه خلصت خلاص. نبدا الخط الداش لاين ده، انا هرجع بقى، انا عامله لك اهو اتجاه زد دايركشن، انا هرجع بقى، بس لما هرجع، لما هرفع قلم القطع لفوق مش هرجعه على مره واحده، مش هرفع القلم ناتش كده مره واحده، لا انا هرفعه على مرحلتين. المرحله الاولانيه هو قيمه الار بوينت اللي احنا اديناها اول مره اللي هي 2.5 من نص ل 2.5 مللي، رفعته الارتفاع ده بقى على السطح. بعد كده اديله هرجع، مش هكمل شغل تاني، يبقى هرفعه للزد انيشال تاني. هكمل شغل تاني يبقى انا لازم هرجعه للار بوينت وابدا اديله الاحداثيات الجديده اللي انا عايزه يعملها. يبقى الست خطوات اللي موجودين قدامي دول اللي هم بنقول عليهم الكاند سايكل، هو القلم القطع عندي هيلف سايكل ينفذ بيها الست خطوات دول. دكتور نيجي ليه ورك اللي موجوده قدامي، اتفضل. الار بوينت قيمتها كام، او انا بحددها على اساس ايه؟ اهي يا باشمهندس اهي. تمام بتبقى فوق السطح بتاع الشغل نفسه. تمام عندي ورك بيس اهي، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل الاربع تقاب دول، اعمل اربع فتحات فيها. ادي الكود اللي انت هتعمله للتقب الاولاني بتاعك، هنبدا نشتغل علشان ادخل احداثيات. انا اخد نقطه البدايه بتاعتي اهي هنا اللي احنا هنثبت الاحداثيات، يبقى دي النقطه صفر عندنا، ونبدا ندي الاحداثيات اللي احنا هنتحرك بيها مع كتابه الاكواد.
الجي 90 والجي 21 هشتغل بالمليمتر، وهشتغل الريفرنس بتاعي هرجع الاحداثيات النقط لنقطه صفر جي 00. انا ابتديت استدعي التول بتاعتي وابتديت ادخل الدايمنشن اكس وواي وزد اللي التول هتقف عندها، وادي رقم التول اللي انا استدعيتها بيها، وادي الام 6 ده احنا قلنا الام 6 ده اللي هو ايه؟ السبندل هيدور اشتغل كله كويس. حد مذاكر معايا اهو السبندل هيشتغل كله كويس. ابتديت ادي عدد اللفات بتاعتي، السبندل بتاعي هيلف قد ايه، وابتديت اشغل البرنامج وهبدا بقى خلاص ابدا اقرب الطول بتاعتي اهي. يبقى انا هبدا ادي احداثيات الاكس والواي بتاعتي، الزد اديتها قيمه موجبه انا هبدا اشتغل بيها اهو. وحضرتك الزد 30 ده اللي هو الزد ريفرنس تقريبا. لو سمحت يا دكتور. دكتور ايوه اتفضل. مش جي 00 دي المفروض اكس نيجاتيف 10 واي نيجاتيف 10؟ علشان مثلا لو بسيب 2 مللي للورك بيس ما بين الورك بيس والبونطه مثلا، والقطر بتاع البونطه هو 8 مللي. مين اللي نيجاتيف؟ للسطر ان 4 الاكس 10 واي 10. المفروض اكس نيجاتيف 10 واي نيجاتيف 10 ولا ليه؟ مش عشان القطر، عشان البونطه نفسها بيكون مثلا قطرها، مثلا لو قطرها 8 مللي وما بيسيب مسافه 2 مللي ما بين البونطه والورك بيس. بص انا مش فاهمه انت بتقول ايه. انا عندي احداثيات نقطه البدايه بتاعتي اهي اللي انا واقف عندها دي، تمام. يبقى معنى كده اتجاه اكس موجب هو اللي انا بشاور عليه اهو، واتجاه واي موجب هو اللي انا هشاور عليه اهو. طب لو سمحت ممكن يعني اكس 10 واي 10 دي بتدل على ايه دلوقتي؟ انا عايز اعمل الثقب الاولاني بتاعي اهو، فانا هبدا اعمل ايه؟ انا هبدا ادي الاحداثيات اللي هو هيدخل عندها معايا. دخلت قيمه اكس ودخلت قيمه واي معايا كده. انا كده ظبطت التول بتاعي اهو، جبته وقفته في الحته دي، بس لسه ما ابتداش ينزل عشان يقطع. هبدا ادي له قيمه الزد بتاعتي قربتها، هبدا اقطع بقى. اديت ان انا هتحرك لينير، هبدا اقطع وادي العمق القطع بتاعي علشان انا نزلت الزد بتاعتي قطع لتحت، فانا ساعتها حطيت قيمه الزد بماينس. تمام. يا دكتور حضرتك الزد 30 دي الزد انيشال صح؟ خلوني اكمل، انتوا كده هتتوهوا، انتوا متوهين نفسكم. دلوقتي الخطوات اللي انا بدخلها دي عشان اعمل الثقب الاولاني، انا كده عايز اعمل اربع تتقاب. يبقى انا معنى كده هاجي عند كل ثقب واقعد اعيد نفس الخطوات دي كلها تاني. فابتدينا نعمل اكواد بحيث ان اول ما نشوف اول ما الماشين تشوف الكود ده يبقى تعرف انها هتعمل ايه، انها هتقطع كذا قطع، تعمل كذا تقب يعني معايا كده. تمام. نيجي بقى مجموعه الاكواد دي، انا اللي هطلبه منكم بقى ان كل واحد يسطر لنفسه جدول ورقه كده، ورقه واحده يعمل فيها جدول ويحط كل الاكواد اللي انا بديها له في المحاضرات دي، علشان لما تيجي تذاكرهم للفاينل يبقى هي مذاكره مره واحده، وما تقعدوش تتلخبطوا في الاكواد زي ما انتم متلخبطين كده. النهارده احنا واخدين ادي 2 4 5، ادي 5 اكواد جداد، وادي في 3 هم للرجوع، يبقى ادي كام؟ 8 اكواد جداد. هنقعد نشرح في الثمانيه دول، ضيفوا عليهم اللي انتم خدتوهم قبل كده، يبقى تسطر تيبل وتكتب كل الاكواد دي فيه لنفسك علشان تعرف تحفظها كويس ما تتلخبطش. دلوقتي لما هاجي ادي المكنه بتاعتي اكتب الكود جي 81، خلاص هي عرفت انها هتعمل دريلنج، تمام. طيب هتعمل دريلنج مش ثقب واحد، ده خلاص انت طول ما هتديني احداثيات طول ما انا هروح وانفذ واعمل ثقب جديد، كل ما هتديني احداثيات جديده نقط جديده اروح لها هروح واعمل عمليه ثقب في الحته دي.
يبقى ده الكود G81 ده هنقعد نشرح فيه دلوقتي. طب انا خلصت عملت 4 تتقاب ومش عايز اعمل اكتر من كده، عايز اعمل كيرف بقى، عايز اعمل اي حاجه تانية، يبقى هعمل ايه؟ يبقى انا هكنسل بقى، يبقى G80 هكنسل السايكل بتاعتي خلاص، كفايه بقى انا مش عايز اعمل، مش ما تخرمش تاني اكتر من كده. معايا كده يا شباب؟ يبقى انا لما بدي كود G81 واقعد اعمل او اي كود من اللي موجودين دول، انا كلهم بعمل ايه؟ بعمل دريلينج. خلصت يبقى هدي كود G80 علشان اكنسل، خلاص مش هنعمل دريلينج تاني. ندخل بقى نمشي خط لاين، هنمشي نعمل كيرف، انت حر، بس خلاص ما عادش في دريلينج تاني. يبقى انا بكنسل بان انا بدخل G80. بعدين G98 احنا زي ما اتفقنا انا عايز ارجع قلم القطع بتاعي، هرجعه للانيشال ليفل. طب احنا بنطلع للانيشال اللي هو الزد ليفل ده مره واحده؟ لا، ده انا في خطوه قبله اللي هو هيبقى الكود G99، ان انا برجع قلم القطع للار ليفل الاول. انا ممكن ارجع قلم القطع للار ليفل وبعدين ابدا اظبط الكود بتاعي واظبط احداثيات جديده علشان انا هعمل بروسيس جديده بس مش تقل. فعلشان كده انا بطلع الكود بتاعتي ووقفها على ارتفاع قريب من السطح عشان هي كده مستعده بقى انت هتشتغل شغله ثانيه، يا اما خلصت هتقوم رجعها للانيشال ليفل بتاعك وتدخل الكود بتاعك اللي هو G98. يبقى الثلاث اكواد اللي هم الازرق دول، الثلاث اكواد اللي تحت دول، خلاص انا خلصت وبطلع التول بتاعتي برجعها الوضع بتاعها. نبدا بقى نشتغل الخمس اكواد دول، نبدا نشرحهم مع بعض كده ونشوف لما هاجي اشتغل كل واحد منهم هعمله ازاي. اتفضل. حضرتك الجي 98 دي مش بتاعت الفيد ريت؟ لما اقول له اشتغل لي ملي متر على منت. لا ما اعرفش، هي كانت مكتوبه في محاضره 4 في الاكزامبل بتاع فيد ريت بتاع الفايلنج 94 على كام فين؟ محاضره 4 كان في اكزامبل حضرتك كنت كاتباها. ايوه لما المليمتر على منت 98. اه جي 98 مكتوبه في المحاضره 98 قدام المنت. اول اكزامبل اللي هو اكزامبل 2 اللي هو المكتوب اللي هو في المحاضره 4. طيب اوكي، خلينا نراجع. يبقى خلي الكود ده نعمل عليه علامه كده، خلينا نراجعه واجيبه لكم بالظبط مظبوط. ماشي تمام. دكتور معلش. نعم. هو ليه الاكواد دي ما تبقاش جيفن؟ جيفن وانت هتعمل ايه؟ هو يعني ليه احفظها كلها يعني هو سنة العمر اللي واقفين على المكن كل الاكواد دي؟ طلعوا كم كود لحد دلوقتي؟ طلعوا كام؟ 10. ادي واحد كنسلناه منه. لا يعني السؤال ليه ما يبقوش جيفن؟ يعني هو يعني ايه اهميه حفظهم يعني؟ علشان ادي لك عليهم درجات. تمام. نيجي بقى نشوف عملية الدريلينج. لو أنا دلوقتي التول بتاعتي هو شكل القلم القطعي بتاعي هينزل على الورك بيس هنا وهيعمل تقل. آدي البروسيس بتاعتي، خلاص احنا تعودنا على الشكل ده بقى، الخطوة الأولانية وهننزل نجيبها في مرحلة الانيشيال وبعدين ننزلها للار بوينت وبعدين ننزل ليه نعمل الأوبريشن بتاعتي. خلصنا الأوبريشن نبدأ نرجعها على مرحلتين. آدي الخطوات اللي مكتوبة عندك. تمام كده؟ لو أنا هاخد مثال ده بقى، لما هتيجي تكتب الكود بتاعك، احنا اتفقنا ان الكود بتاع الدريلينج اللي هو G81، لما هنيجي نكتب الكود بتاع G81 انت محتاج تدخل الإحداثيات دي كلها جنب. أنا محتاج أدخل الإكس والواي والزد وبعدين ومحتاج أدخل الآر بتاعتي. هو انت هتقربه لي هنا من السطح بقد ايه؟ بس كده. ومحتاج ادخل الفيد بتاعتي. السطر ده مهم قوي تفرقوا ما بينه وما بين الخمس اكواد، لان هو هيختلف عليهم هما الخمسه، مش هيبقوا زي بعض.
نيجي بقى نشوف المثال اللي قدامنا ده علشان يقرب لك الفكرة. ادي احداثي زد بتاعي اهو الرأسي ده. لو انا هبص البلان للورك بيس دي، ادي الاحداثيات اكس وواي، وانا عايز اعمل التقب الفتحه البيضة اللي في النص دي، ده التقب اللي انا عايز اعمله. طيب الزد دايركشن بتاعي اهو، انا جبت القلم القطعي بتاعي وهحطه على المستوى الاولاني اللي هو زد انيشيال، وبعدين هبدا انزله. هو كده مديني ان زد انيشيال على ارتفاع 30 من الورك بيس. نزلت هنا للار ليفل، الار ليفل بقى محطوط هنا باتنين، 2 ملي. احنا اتفقنا ان هو من قد ايه؟ من نص لحد 2.5 ملي، فهنا حطه ب 2 ملي. تمام؟ حضرتك هتيجي تكتب الكود هتحطه ب 2.5، تمام، هتحطه ب 1.5 ما عنديش مشكله. انا انت ليك رينج بتتحرك فيه. دكتور. نعم. وانا الاداه دلوقتي على بعد 30 ملم صح؟ الايه؟ الزد 30، الزد ب 30، يعني الاداه كده بعيده عنها ب 30. تمام؟ طب انا لما نزلت 15 هي كده ما لمستش الورك بيس خالص. مين اللي بيتكلم؟ عادي مع انا محمد. مين؟ محمد عبد المعبود. طب يا عادل ما تطول بالك يا عادل، احنا لسه وصلنا للماينس 15. لا ما دي خدناها قبل كده فانا مش فاهمها بس. ده شكل التقب اللي انا عايز اعمله اللي موجود عندك ده، وبعدين انا عايز اوصل لحد الليفل ده، يبقى دي اخر نقطه انا عايز اوصل للقطع عندها. يبقى انا اللي محتاج احسبه ايه؟ لو هو مديهولي هنا موضح لي ان هو ب 15، لو هو مش مديهولي فانت محتاج تبقى حاسب الطول العمودي ده، ومحتاج تبقى حاسب اللي هو العمودي بتاع المثلث الصغير اللي تحت معايا كده. هو هنا مديهولك ان الطول ده ب 15 لحد الزد ليفل بتاعك، لحد النقطه اخر نقطه قطع عندي. لما تيجي تدخل الاحداثيات بتاعتك، ادي الكود بتاعك، خلينا بقى في الجي 81 اللي هو الكود بتاع الدريلينج. هتدخل احداثيات الاكس والواي، جبتهم منين؟ جبتهم من تحت. ادي قيمه الاكس وقيمه الواي بتوعي اهم، وهحط قيمه الزد بتاعتي. انا حطيت الزد عندي بماينس 15 ليه؟ انا كتبت اول مره الجي 00، يعني انا قربت التول بتاعتي، جبتها قربتها هنا، نزلتها، هي واقفه فوق اهي، جبتها نزلتها قربتها هنا. القطع بتاعي بقى انا بقيت واقف هنا، الار بتاعتي ب 2 مللي، يبقى انا واقف هنا على مسافه 2 مللي من السطح بتاع القطع الورك بيس بتاعتي. هبدا انزل بعمق القطع بتاعي الزد بماينس 15، انا هنزل علشان اقطع، يبقى انا نزلت في اتجاه الزد ماينس. احداثيات الزد بتاعتك، ادي النقطه صفر اهي، وانا طالع لفوق ادي الموجب، يبقى انا هنزل لتحت هنا، ده الماينس زد. وحطيت قيمة الار اللي انا اللي هي السماحية اللي انا واقف عندها، الار ليفل بتاعي، وادي مقدار التغذية بتاعي قد ايه. ده الاف دي الوحيدة اللي هتبقى موجودة هنا في الدريلينج. خلصت الكود بتاعي وحققته، هبدأ ارجع التول بتاعتي. يبقى انا وقفت عند فين؟ وقفت على عمق فين؟ عندي هنا على زد ماينس 15. طيب لو انا هعمل التقب بتاعي ده لحد الاخر، يبقى انا عايز انزل لحد هنا، يبقى في الحاله دي هنزل الزد بتاعتي بكام؟ بماينس 20. طيب انا مش هعمل كده، انا عايز اعمل ايه؟ لو انا هجيبها لحد تحت هنا لحد الماينس 20، يبقى انا اصبح عندي في 30 فوق اللي هم على ما قربت الطول بتاعتي من السطح، وحطيت عليهم ال 20 اللي هم جوه الورك بيس، يبقى دول العمق بتاعي علشان اقربها عندي هنا، علشان انا عايز اعمل ثقب لحد الاخر، ثقب نافذ من الناحيه الثانيه. معايا كده يا شباب؟ لو سمحت يا دكتور عندي سؤال. ايوه.
في اللي هو السطر بتاع جي 98 جي 81 اكس 10 واي 10 زد نيجاتيف 15 ار 2 تمام. بالنسبه لل 2 ميلي اللي هم اتسابوا قبل ورك بيس دول ما زودتهمش ليه ولا ينزل بالزد؟ بص لما جيت ارجعهم رجعتها ب 22. لما جيت ارجع الكود بتاعي رجعته ب 22. لو انا ايه، لو انا هتقب لحد الاخر يبقى انا خدت ال 20 اهي وضفت عليها ال 2 مللي بتوعي اهو لحد الاخر. طيب انا هنا عملت ايه؟ انا هنا بقيت واقف هنا ونزلت اتقب لحد الخط الخط الافقي ده معايا كده، فدول 15 بتوعي معايا كده شباب. نيجي نشوف نشوف كيس تاني اللي انا عمال اقول لك عليها. انت هتحتاج تحسب الطول بتاع المثلث بتاعك ده. ادي قلم القطع عندي اهو، وادي المسافه 30 اللي هو واقف عندها. لو انا هدخل بقى هتقب بس هياخد ال 20 بتوعي وهينزل بره الورك بيس. ادي في سماحيه كليرنس عندي 5، وفي عندي كمان المثلث اللي عندي ده. يبقى المثلث اللي عندي انا كده عايز احسب قيمه الزد بتاعتي هتساوي كام. هتساوي الورك بيس 6 اللي هو ال 20، هجمع عليها ايه بقى البتاع العجيبه دي، خليها دلوقتي، هجمع عليها الكليرنس اللي هو ال 5 مللي اللي قال عليهم هنا. طيب يبقى انا جمعت 20 وادي ال 5 مللي، وهجمع ايه بقى اللي انا محتاجه هنا. انا عايز اعملها لك لاين. انا محتاج من هنا الخط ده، الخط الاحمر ده، ده اللي انا محتاج احسبه. عشان اجيب الخط ده عملنا المثلث بره اهو معايا كده. الخط الافقي اللي موجود هنا ده الديامتر، الديامتر بتاع القلم القطع بتاعك. طيب وبعدين ده العمودي اللبني ده، ده الخط العمودي اللي انا محتاجه علشان اجيبه. هجيبه ازاي؟ يبقى دي هنا هنا نص الديامتر دي على 2 نص القطر، وده الخط اللي انا عايز احسبه. يبقى انا هاخد ايه الديامتر دي على 2 في تاني الزاويه اللي هو مقابل ليها اللي انا واقفه عندها دي. الزاويه دي بكام؟ الزاويه الكبيره هو هيبقى مديها لك في المساله اللي هي بتاعه قلم القطع 59 في 2 دي بكام؟ 118. يبقى الزاويه الصغيره انا قسمتها على 2، انا قسمت الزاويه على 2، يبقى الزاويه اللي انا واقفه عندها دي ب 59. يبقى انا الضلع اللي انا محتاجه اللي هو الاحمر ده هيبقى دي على 2 في تان 59. ده الزد بتاعي اللي انا هنزله علشان افتح التقب بتاعي ده لحد الاخر. وطبعا كتابه الاكواد خلاص احنا عرفنا هنعملها ازاي. ده بالنسبه للدريلنج. طيب احنا كان في كود تاني خدناه اللي هو اللي بعده رقم 2 اللي هو جي 82 دريلنج او الكاونتر بورينج. نيجي نشوف العمليه دي. العمليه دي عباره عن ايه؟ دلوقتي انا عملت التقب بتاعي اهو اللي انا بشاور عليه ده، بس بعد ما خلصته انا عايز افتح الفتحه اللي فوق دي. انا عايز اعمل فتحه واسعه اللي هي دي، ده البورينج، ده الكاونتر بورينج اللي انا عايز اعمله. طيب علشان اعمل دي نبدا نعمل الخطوات بتاعتنا. الكلام هجيب هستدعي التول بتاعتي واظبطها على الاحداثيات بتاعتي اللي هي اكس وواي وزد، الانيشال ليفل بتاعي الخطوه الاولى، وبعدين هنزلها عند الار بوينت وهديها الزد الاحداثيات بتاعت القطع بتاعي الفيد تو زد ديبس. هشوف انا هقطع بعمق قد ايه، انا هنزل اقطع هنا بعمق قد ايه. الخطوه الجديده عندي بقى اللي هي ايه؟ دويل فور فاليو بي. ايه البي دي؟ بيقول لي ان البي دي تايم ان 1 على 1000 سكند. هو هيجي يعمل ايه؟ لما انا هجيب قلم القطع بتاعي، انا عملت الدريل الاولاني ده خلاص، ده خلاص. انا بتكلم في المستطيل اللي هنا ده، المستطيل اللي بالعرض ده. لما هجيب قلم القطع يتقب في الحته دي هعمل ايه؟ هخليه يقف جزء من الثانيه، هخليه اللي هو الواحد على 1000 اللي هو مديها لك دي. يعني ايه يقف؟ يعني انا
عايزة نعم السطح بتاع الحتة دي، أنا عايزة أسويه، أنا مش هستعمل كذا طول علشان أخلص الشغلانة دي، علشان أنفذ الكلام ده يبقى هيعمل إيه؟ هيديله فترة يقف أقل من الدقيقة، أقل من الثواني، عدد الثواني يقفهم هنا، بحيث إن هو طول ما هو واقف، هو واقف عمال يلف حوالين نفسه ينعم لي السطح ده. أنتوا شايفين البرزنتيشن ولا راحت فين؟ أيوة شايفينها يا دكتور. شايفين معايا؟ أه معلش، عشان أنا بقبل الناس اللي لسه بتدخل فبيضيع البرزنتيشن عندي. نيجي نشوف كتابة الكود. طبعا الرسمة كده خلاص احنا بقينا فاهمين الخطوات بتاعة الرسمة دي. البي اللي احنا بنتكلم فيه احنا واقفين عند الخطوة رقم 4 اللي هي الماشيننج، اللي هي التقب اللي بيتم، هنوقف الطول هنا سنة. نيجي نشوف الكلام ده هيتكتب ازاي. الكود بتاعي اهو السطر ده، دي الدايمنشن اللي انت الكود بتاعي اللي هو جي 82. خلاص هو كده المكنة فهمت هي هتعمل ايه. انا هعمل تقب اولاني اهو، ادي التقب بتاعي اهو، وادي الفتحة اللي هتبقى فوق. لو انا هبيت مسمار في الحتة دي يبقى راس المسمار هتبات هنا. نبدأ ندي الاحتساسين بتاعتي الاكس والواي والزد، وهدي ايه كمان، هدي الار. قلنا هيبقى الار ليك بس خلص على واحدة كام على مسافة الفيديو. اللي سايب المايك مفتوح يقفل، وهدخل البي دايركشن بتاعي. فهمتوا قد ايه البي بقى اللي احنا بنتكلم فيها؟ هي دي جزء من الثانيه هيقفوا. لو انا هنا مدي لك البي ب 2500، يعني احنا بنتكلم في ثانيتين ونص. هو بيتعامل انها ايه، التايم ان واحد على 1000 سكند. يبقى انت هنا 2500 انت هتحولهم، يبقى دول كانهم ايه، 2.5 معايا كده. يبقى انا هوقف الطول بتاعتي بره من الزمن، حاجه بسيطه خالص، هي واقفه وبتلف بتدور حوالين نفسها زي ما هي، بس هي بتنعم لي السطح وبتسويه، ما يبقاش فيه حته مايله وحته عاليه وحته نازله، لا يبقى هو كله سوا بعض. الهدف من البي اللي بتدخل وتكون موجوده في الكود ده. طبعا نفس البروسيس اللي احنا عملناها هنطلع وننزل ازاي، هو نفسه اللي احنا اشتغلنا بيه. نيجي نشوف الكود اللي بعده. لو انا هعمل ديب هول، يعني ايه ديب هول؟ يعني انا هعمل ثقب القلم القطع نازل عندي اهو، هينزل يقطع هنا في الورك بيس بتاعتي ولكن لحد الاخر. طيب ما احنا قطعنا الرسمه اللي قبلها لحد الاخر، لا ده انا عندي السيكنس بتاع الورك بيس بتاعتي كبير، انا مش هنزل المتقاب يتقب مره واحده، مش هنزل يدخل على الورك بيس ويتقب تقب كبير مره واحده. يبقى انا هعمل ايه؟ نفس الخطوات بتاعتي اللي انا هنفذها اهي، بس هنيجي عند الخطوه رقم 4 هيبدا بقى يقول لك ايه، ده انا هنزله يتقب سنه ويطلع، سنه ويطلع، سنه ويطلع الكلام ده. فانت كأنك عمال تنقر في الورك بيس زي صباعك على المكتب كده، ينزل ويطلع ينزل. ليه النقر ده؟ لو انا خليته ينزل مره واحده لحد الاخر، انا عندي السكنس بتاع الورك بيس كبير، هيحصل ايه؟ في حراره عاليه، في رايش طالع، وانا مدخل زانق قلم القطع مع الكلام ده كله جوه الورك بيس، الرايش هيبوظ لي السن بتاع قلم القطع. الحراره دي هتخلق بلاش، حتى لو ما اثرش عليه هياثر لي على الورك بيس نفسها من جوه. انا عايز اتقب ويكون الفينيشنج بتاعي مظبوط. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هنقر، هيتقب سنه ويطلع. البيتش اللي هو هينزلها دي او نسميها ايه، السكنس اللي هو هيدخلها دي الكيول الزياده، دي الزياده اللي عندي هتختلف. هنا كانت بي معايا كده، هنا هدخلها كيو. الكيو اللي انا بدخلها انت هتتقب، تنزل تقب 2 مللي وتطلع، تنزل تقب 2 مللي وتطلع معايا. يبقى دي قيمه الكيو اللي انا بحطها في النوع ده من التقب. يبقى هو نازل ينقر عندي، ينقر ويطلع، ينقر ويطلع لحد ما يجيب التقب كامل بارتفاع الورك بيس كلها.
وكالعاده انا بدخل مقدار الفيد بتاعي قد ايه، الفيد دايركشن بتاعي قد ايه، انا بدخل التغذيه قد ايه، الار انا بقرب الار بتاعتي هنا 2 ملي، الزد والاكس والواي دي القيم على حسب هو مدي لك الاحداثيات بتاعت الورك بيس بتاعتك ايه. نفس الكلام لو انا هشتغل واطلع التقب بتاعي لحد الاخر، انا عايز احسب قيمه الزد بتاعتي قد ايه، هنا حاسبينها لك. يبقى انا الزد بتاعي السكنس بتاع الورك بيس ادي السكنس بتاع الورك بيس، هي هنا هتبقى 30 مش 20، هنا دي 30 مش 20، دي نصلحها عندنا. طبعا خطي رائع مع الماوس، بعرف اكتب حلو جدا. نبقى فاهمين كده، يبقى الورك بيس سيكنس دي هي القيمه اللي هي دي، فالقيمه دي عندي 30. وعندي ايه كمان؟ وعندي كليرانس 5 ملي، ادي ال 5 ملي اهي. وعندي الجزء بتاع راس المثلث العمودي ده اللي احنا حسبناه من شويه اهو، خلاص احنا حفظنا بقى الجزء العمودي ده، عباره عن الديامتر بتاع الطول على 2 في تاني الزاويه اللي قدام، يبقى دي قيمه الزد بتاعتي علشان اعمل التقب بتاعي ده لحد الاخر. طيب نيجي للنوع اللي بعد كده الجي 84. لو انا عايز اعمل تيبنج يعني ايه؟ يعني انا عملت فتحه تقب وعايز اعمل فيه الوز، نفس الخطوات بتاعتي اهي، هنبدا العمليه بتاعتنا ونجيب الطول ونحطها في الانيشال زد ليفل، وبعدين ننزلها نقربها شويه من السطح اللي هو الار بوينت، وبعد كده نعمل عمليه الماشيننج بتاعتنا، وبعد ما نخلص خلاص نعمل التقب اللي احنا عايزينه، ونبدا نعمل ايه، نرجع بقى تاني، نرجعه للار ونرجعه للانيشال. طيب كالعادة نيجي للنقطة بتاعة الماشيننج اهي، الاوبريشن رقم 4. ايه بقى الدول ده؟ هو احنا هنوقف التول هنا برضو؟ احنا هنعمل ايه؟ دلوقتي انا بنزل بالقلم علشان يفتح الوز جوه الورك بيس، زي ما اتفقنا لو انا هعمل تقب انا مش هدخل بعمق التقب كله مره واحده، انا هبقى بنقر، هنزل واطلع هنزل واطلع، فهنزل واطلع دي، يبقى انا القلم بتاعي شايفين الشكل هنا ده الوز، يبقى انا وانا نازل هخليه بيدور في اتجاه، وانا طالع هخليه بيلف ويطلع في عكس الاتجاه. معايا كده؟ يبقى انا هنزل هبدا البدايه بتاعتي في عكس عقارب الساعة، يبقى انا هبدأ انزل هنا كاونتر كلوك وايز، يبقى وانا طالع هخلي القلم يلف ويعدل نفسه ويطلع ايه كلوك وايز. طب ايه الهدف من الكلام ده؟ ما انا لو بخليه ينزل هو بنفس الاتجاه الوز، يبقى وانا جاي اطلع لفوق هبوظ الالوز اللي انا عملته. طيب بس كده؟ لا، ده انا هديله وقت بحيث ان هو ايه يبعد كمان سنة عن التقب اللي هو عمله. انا عايزه اجيب لك، هي ملهاش جمله فيها الكود بتاعها. طيب بص، احنا هنا خدنا دي، احنا اللي هي جي 82 كنا بنكتب بندخل الاحداثيات دي كلها، هيبقى انا عندي هنا بي برضو، مش هتبقى بي بقى هتبقى كيو، هيبقى عندي هنا كيو برضو، بس كيو دي مش المساء اللي هو الوقت اللي هو يقفه جوه، لا ده انا هوقفه ثواني وابعده بس عن السطح كده، انا كاتباها لك اهي بس مش هسالك فيها. تايم فور سبيند ستوب، انا بوقف الدوران ماشي، واخليه يعكس ويلف الناحيه الثانيه، ده اللي انا بوصفه لك. انا بنزل قلم القطعي بتاعي هينزل يتقب جوه الورك بيس، فهو نازل بيلف في عكس عقارب الساعه،
طيب خلصت، انا عايز اطلع، يبقى هخليه يلف عكس عقارب الساعه ويطلع لفوق. اهو هو نازل بيلف عكس عقارب الساعه، هخليه يلف مع عقارب الساعه ويطلع لفوق. ليه؟ لان انا لما باخد السكنس بتاعي مش بتقب التقب كله مره واحده، ولكن انا بنزل مره واطلع، بنزل مره واطلع لحد ما اجيب زي ما اتفقنا، علشان احافظ على الطول بتاعتي، ما الحراره ما تاثرش عليها وتبوظها، علشان ادي فرصه ان الرايش يطير ويطلع لبره، ما يلزقش في التول او يلزق في الورك بيس من جوه. يبقى انا علشان اتفادى اي تشوهات تحصل في التقب بتاعي، يبقى انا بتقب حاجه بسيطه ملي او 2 ملي واطلع لفوق، اتقب انزل اتقب ملي او 2 ملي واطلع لفوق. نيجي للعمليه الاخيره عندي، الفاين بورينج. انا عايزه اعمل هنا ايه بقى؟ نفس البروسيس بتاعتي، نفس الخطوات. الخطوات دي كده احنا المفروض هنحفظها، دي ثابته عندي، دي السايكل اللي احنا بنمشيها، وادي بشرحها لك هنا على الرسم. هنعمل نفس الخطوات بتاعتنا، هنقرب القلم القاطع للزد ليفل، وبعدين ينزل على عمق، على طول، على ارتفاع قريب من الورك بيس اللي هو الار بوينت، بعد كده يبدا يعمل عمليه الماشيننج بتاعتي. طيب الماشيننج هنا بقى هيتم فيها ايه؟ الخطوه رقم 4 هيقول لي ان السبند الستوب اند موف كيو فاليو. ليه بقى؟ احنا اتفقنا خلاص انا مش بتقب التقب بتاعي كله مره واحده. دي اللي بص البورنج بتاعتي انا عايزه اعملها هنا، شايفين الفتحات الصغيره اللي احنا بنعملها دي اهي، ادي اللي موجوده عندك في الرسم. فانا هعمل ايه؟ انا هتقب وبعدين هوقف الطول بتاعتي عماله تلف وتدور حوالين نفسها، لا انا هخليها توقف ما تقعدش تلف حوالين نفسها، وبعدين تتحرك كيو فاليو. يعني ايه؟ يعني اجيبها على جنب كده. وبعد كده انا الهدف ايه من الكلام ده؟ والله انا هعمل الكلام ده واشوف هو ده مظبوط زي ما انا عايزه، ولا انا لسه محتاج اعمل له فينيشنج تاني. ادي الكود بتاعي G76، هدخل الاحداثيات بتاعتي اكس وواي وزد، وقيمه الار بتاعتي اهي، السماحيه فتره السماحيه بتاعتي، والاف قيمتها اهي، الكيو بتاعتي انا بس ببعدها 5 من 10، ببعدها بس حاجه بسيطه، ببعد السبند اللي عندي حاجه بسيطه. والله بعد كده هقرر، ايوه انا عايزه ارجعه بقى، نرجع لوضع الار واحنا خلصنا لحد كده وانتهينا، لا ده انا هروح لتقب جديد واعمل بورنج في مكان جديد. معايا كده يا شباب؟ فيبقى انا هبدا ادي احداثيات جديده. دي الاكواد الجديده بتاعه النهارده، ارجو ان انتوا زي ما قلت لك تسطرها في تيبل علشان تعرف تحفظها. النهارده كلها عمليه دريلنج، فهتحس ان الحكايه متشابهه شويه مع بعضها، الفروق ما بينها بسيطه. حد عنده سؤال؟ عندي سؤال بس مش في المحاضره يا دكتور. ايه اتفضل. دلوقتي الالفا اللي بيديهاني في الانكلاين هي بيبقى مديهاني ولا انا اللي بطلعها؟ هو هيديها لك، هتلاقيها موجوده عندك في الرسمه، او هتلاقي حاجه زاوية تانية تخليك تعرف تجيب الزاوية الألفا دي. طب بالنسبة للجي 41 والجي 42 اللي هو الشمال واليمين، أنا مش فاهمها أوي الحتة دي. أنا عايزك تحفظها مش عايزك تفهمها. يعني إمتى جي 41 وإمتى جي 42؟ إحنا في واحدة منهم اللي هنستخدمها. هو يقول لي أنا عايز إيه وأنا هكتب له جي 41 أو جي 42. بناءً على أيوه. ماشي، شكرا يا دكتور. ريلي. حد عنده سؤال في المحاضرة؟ في الجي دي في المثالين اللي كانوا موجودين في المحاضرة اللي هي الرابعة أعتقد، ما كانش فيها جي 41 أو جي 42، يعني ما كانش موجودين في الحل. فهل إن إحنا يعني لما يقول لي نحطها وغير كده ما نحطهاش ولا إيه؟ حل الأمثلة اللي موجودة في المحاضرة، حلها كويس. الأمثلة اللي بديها لكم في المحاضرة تذكروها كويس وتحلوها بإيديكم كويس. أنا هسيبكم شوية
علشان نبدأ نجهز دكتور. للامتحان. هو حضرتك امتى الدلتا واي بتساوي الار سي وامتى الدلتا اكس هي اللي بتساوي الار سي؟ على حسب الكيس يا باشمهندس اللي موجود عندك، ما كل كيس معمولة بالرسم. انا تقريبا قلت لكم ان انا هحط لكم محاضرة تانية ولا انا غيرتها بي دي اف؟ هو حضرتك المحاضرة نفسها الكواليتي بتاعتها مش واضحة بالنسبة لي، يعني انا فاتحها من على اللاب. البي دي اف عاملة ايه؟ هو البي دي اف موضح كل حاجة بس المعلومات واضحة وكل حاجة بس ال دكتور المحاضرة الخامسة البي دي اف مبكسل. بالظبط مبكسل. البي دي اف ايه؟ الصورة مش واضحة. الصورة مش واضحة. طيب ايوه انا فاكرة، ايوه انا فاكرة، انا قلت لكم هغيرها، دي اللي هي المحاضرة الخامسة انا قلت لكم هغيرها. اللي موجودة بقى واضحة ولا مش واضحة برضو؟ لا حضرتك ما غيرتهاش، هي اللي نزلت الحركة شرحت عليها. طيب. طيب اوكي ماشي، بس خلونا بقى نقفل على كده دلوقتي علشان اجهز لكم الصفحه عشان الامتحان. مده الكويز قد ايه يا دكتور؟ مده الكويز مده هكتب لك. طب يا محاضره نتكلم في النص ساعه. نعم المحاضره الخامسه دي حضرتك في بديل ليها او كده حاجه بكواليتي اعلى ولا كده خلاص؟ مش بديل، انا بس حاساها مهزوزه سنه، انما هي مع الطباعه هتبقى واضحه، انتوا عشان بتذاكروا من على الكمبيوتر، بس انا هظبطها وانزلها لك تاني. تمام. طيب اتفضلوا بقى دلوقتي هنبدا ان شاء الله على الساعه 12. بالمناسبه اللي هلاقي اجابتهم هما الاثنين زي بعض درجه الامتحان ضاعت. دكتور وحضرتك انا لازم اعيد الرسمه تاني واحط فيها البوينت، ما ينفعش اكتب البروجرامنج على طول مش على طول من غير ما ارسم الرسمه؟ والله عشان انا اعرف افهم انت حضرتك بتعمل ايه، ماشي يمين ولا ماشي شمال، النقطه الهين اللي انت واقف عندها، انا مش فارق معايا ان انت تعيد الرسمه حتى لو نفس الرسمه وانت هتحط لي ارقام عليها، بس فهمني انت بتشتغل ازاي. تمام تمام طبعا. اوكي يعني. بس دكتور الوقت عشان عبال ما نرسم الرسمه ونحط لها البوينت فده هياخد بس شويه وقت. ما انا بقول لك انا مش فارق معايا ان انت ترسم لي الرسمه، انا مش هديك درجه على الرسمه، انا يفرق معايا حط يا عم نفس الرسمه اللي انا مديها لك، انا يفرق معايا فهمني نقطه واحد فين ونقطه اتنين فين عشان ابقى عارفه الاحداثيات بتاعتك. حضرتك انا هرسم الرسمه كروكي، هنرسم الرسمه كروكي يعني. بص اللي يريحكم فهموني بس انتوا شغالين ازاي. هو بص اللي هلاقي اجاباتهم زي بعض درجه الامتحان ضاعت، عشان في ناس ظريفه جدا جدا بتعمل حاجات ظريفه، فاعتبر درجه الامتحان ضاعت. اوكي يلا اتفضلوا.